ايه ده؟ اوعدك ايه ده؟ انا عايز اقول طب انا هاجي معاكم مثلا خش جوه وزعوا خمسين كده انا واخدين ابويا عارف ايه؟ خش جوه واخدينه عايزين نعمل ايه؟ هقول لك خش جوه انا جاي معاكم خلاص خش جوه خلاص يلا واخدينه انا فين؟ خلاص خش جوه خلاص خلاص واخدين ابويا ورايحين على فين؟ روح دور عليه واعرف لي مكانه. كلفوا كل المخبرين بتوعنا من اهل البلد يعرفوا مكانه وبسرعه. تمام يا سياده الجنرال. مش هتسلم نفسك يا حامد. لو حد هيسلم نفسه يبقى انا. انا اللي قتلت يا ناجي وانا اللي هسلم نفسي. طب ما انا كمان قتلت معاك وكلهم عارفين. خلاص نسلم بقى نفسنا كلنا ونسيبها لهم. لا نسيبهم يقتلوا شيخ البلد. يا حامد ناجي اظن انك لو سلمت نفسك هيبقى عملنا اللي هم عاوزينه. هيصطادونا واحد ورا التاني ومحدش هيفضل عشان يقف لهم. ولو فضل حد هيلاقي نفسه لوحده وهيخاف من اللي حصل للي قبله. انا يعني ما طلبتش شوره حد عشان اسمع الكلمتين الخايبين دول. مش كلمتين خايبين يا حامد. لا خايبين يا ناجي. وما يبقى اخوك لسه دمه ما بردش وانت خايف اللي هتقوله يبقى عليه العوض في الرجاله. ارجع بادبك يا حامد لحسن وعزه وجلاله الله. ما عمل حساب لحد ولا هيهمني حد. اهدوا يا رجاله مش وقت خناق ده وقت اتفاق. شهاد لله ناجي اول مره يقول عين العقل. عين العقل في ايه يا مختار؟ انه يسلم نفسه معايا؟ لا طبعا عين العقل ان ما حدش فيكم يسلم نفسه. انت لو سلمت نفسك اكيد هيقتلوك. انما لو ما سلمتش نفسك احتمال الشيخ ما يموتش. واحتمال يموت اسيبه يموت واخاف اني؟ انا مش خايف يا حامد. انا من يوم ما صابر اخويا مات ما بقاش فارق معايا عيش ولا موت. لما شفته قدامي سايح في دمه حلفت محمود كده وخلاص. عشان اموت هاخد لي معايا 3 4 منهم 10 لو قدرت. ساعتها هبقى اموت مرتاح وشفيت غليلي. انت بقى اللي عايز تعمل بطل وشهم قدام حبيبتي القلب. كريه ناجي ما تلاقي كلامك امال. حلو البطل مش محتاج يثبت حاجه لحد. دي سيبه يا مختار سيبه. انت اللي بطل يا ناجي. روح بقى كمل بطولتك وكمل حربك وياهم واني هروح اسلم نفسي. لان فيه راجل ما عملش اي حاجه وهيتعدم بدالي واني متداري هنا زي النسوان. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.